اهلا بكم الى كلام بيروت. ما زلت بانتظار ضيفي معالي الوزير السابق عن حزب الكتائب الاستاذ الان حكيم، يلي عالق بعجقه السير الصباحيه المعتاده، فكيف اذا كانت بشهر الاعياد شهر كانون الاول؟ بالانتظار، الانظار داخليا ما زالت مشدوده الى المشاورات يلي اطلقها رئيس الجمهوريه العماد ميشيل عون لاخراج موضوع تاليف الحكومه من عنق زجاجه عقده حزب الله. لمتابعه هالموضوع اكثر ومساهمه الرئيس بري ايضا في تظهير الحل لهذه الازمه، ينضم الي مباشره عبر الهاتف النائب الدكتور ميشيل موسى، عضو كتله التنميه والتحرير. صباح الخير دكتور موسى. صباح النور. منشات الديار بيقول اليوم الحل بين عون وحزب الله والتنفيذ على الرئيس نبيه بري. شو تعليقك؟ لا يعني انا بقدر في تعاون بين كل الفرقاء اليوم، او في تشاور على الاقل بين كل الفرقاء من اجل الوصول الى حل، لانه يعني طالت الازمه كثيرا، وبقدر انا الكل عم يسعى وعم يحط كل جهده من اجل الوصول الى حلول، بس هلا تقسيم الادوار لا، ما بقدر انه يعني بالاخر في حدا بده يقلب الحكومه اللي هو رئيس الحكومه باتفاق مع رئيس الجمهوريه، والكل بده يساعده بهالاتجاه بما يطلب منهم يعني من اجل المساعده. المقصود بهالكلام بحسب الصحيفه انه رئيس بري، الرئيس عون بيقدم من بيتنازل عن وزير سني من حصته، والرئيس بري يتولى اقناع الرئيس الحريري بتوزير احدهم. يعني انا ما بقدر في تفصيل الادوار بهالطريقه هيدي كخطه عمل يعني، بس انه في تعاون بين الكل وتواصل بين الكل، لانه الكل عم بشوف انه وصلت الامور لمحل يعني البلد في ضائقه كبيره جدا، والتحديات يعني بالمنطقه كبيره، وخاصه بظل ما تقوم به اسرائيل اليوم من يعني برنامج ممنهج اعلامي تكرارا لما سبق وانه انعمل بفتره ماضيه، وبالتالي التحديات كبيره ولابد من انه يصير في تسريع بتاليف هذه الحكومه، لكن انا ما بظن انه في توزيع الادوار بشكل يعني الكل بده يحط جهده، بس دون يعني ما بقدر انه في توزيع هيك دقيق الادوار. بتقديرك دكتور موسى، متى يجب ان نلحظ يعني نتيجه هذا المسعى الاخير؟ انا بقدر بالايام القادمه يعني قبل العيد يومين ثلاثه، يوم مفروض يبين شيء يعني، هلا سلبا او ايجابا، بس انه ان شاء الله يكون سلبا، ان شاء الله يكون عفوا ايجابا. يعني ما حدا في حدد اوقات يعني ببلد مثل لبنان. نعم. لكن انا بقدر انه الكل صار شاعر انه تاخر الوقت كثيرا، ولابد من يعني من اشراح حلول. نعم، شكرا لك دكتور ميشيل موسى، عضو كتلة التنمية والتحرير، على هذه المداخلة معنا. أهلا أهلا وسهلا فيك معالي الوزير. صباح عبد الله على السلامة. ميرسي. صباح الخير لكل المشاهدين. أكيد اعترضت طريقة مواكب السيارات كالعادة. والشتي والمي. والشتي والمي. قديش تشبه هالحركة الاعتراضية اللي عم بيصير داخل حزب الكتائب؟ المي أما الشتي. كل شيء الطوفان. لا، ما في حركة اعتراضية، في نقاش داخلي عم بيصير على الصعيد الإداري للتوصل إلى تحسين الأداء. النقاش الداخلي صحي وسليم عامة، بس ما يطلع على الإعلام، لأنه بس يكون في نقاش داخلي بمؤسسة هذا الشيء بيدل على أنه في ديمقراطية. نعم. خاصة إذا عم نحكي عن حزب سياسي، بس النقاش يطلع فوق فوق على الإعلام، أما خارج الحزب على الإعلام بيكون في يعني نوايا مخفية، وهذا المرفوض عامة من هالنقاش هذا. برأيك كان طلع على الإعلام لو ما وصلت الأمور لحدها، وخاصة من أقرب المقربين من رئيس الحزب؟ قد ما توصل لازم مثل ما قلت لك يكون ضمن إطار النظام الداخلي وضمن إطار الأداة الإدارية للحزب، وهذا بيصير وين ما كان، صار بالتيار المستقبل وصار بالتيار الوطني الحر، شفنا شو صار من استقالات ايام ومن فصل. نعم. ومن ابعاد. نحن بحزب الكتاب مثل ما نحن قلنا حزب ديمقراطي، النقاش الداخلي كمان مره صحي وسليم، ولكن ضمن اطار الحدود الاداريه لكل حزب. صحيح انه علت الاصوات باخر اجتماع للمجلس المكتب السياسي
وصار في سجالات حادة بين الأعضاء والنائبين الجميل بعد ما شكل أو بعد ما دعا الشيخ نديم لتشكيل لجنة إنقاذ للحزب برئاسة الرئيس أمين الجميل؟ هلأ الافتراءات والحكي خارج المضمون كثير عامة خاصة بالإعلام، ولكن ما صار شيء من هالموضوع. صار في مداخلات، صار في نقاش داخلي، وما صار أي تجاوز لحدود إذا بدك التعاطي بين الأشخاص أبدا. وقت اللي بتقول نوايا مبيتة، عم تغمز من قناة دخول فريق ما على الخط بهالموضوع، ومين عم تقصد تحديدا؟ على أكيد في ناس عم يستفيدوا من هالموضوع وعم نشوف البرهان. نعم. بس يكون في تيارات تانية وأحزاب تانية عم تفصل، وفي استقالات جماعية جوا داخل هالأحزاب. ما بنسمع كتير حكي عن هالموضوع، بيقطع مرور الكرام. أول ما حزب الكتائب يكون في عنده مشكلة صغيرة، أما نقاش داخلي أما مشكلة حتى، بيصير الموضوع بيتعظم وبيتكبر وبيصير مشكلة كبيرة، وهذا نعم. مش موجود أصلا بحزب الكتائب. رح يرجع الشيخ سامي عيد الحسابات؟ حسابات شو؟ بكل هذا الجو يعني بده يعمل مراجعة للقول، لماذا وصلت الأمور إلى هنا؟ يعني عامة كمان مرة، نحن عنا توجه واضح سياسي وإداري، وهدول القرارات أخذناهم بإطار المكتب السياسي للتوصل إلى تحسين إداء الحزب السياسي والإدارة الداخلي، وهذا اللي عم بيصير اليوم ببطء، لأنه هذا الشيء ما بيصير بلمحة بصر ولا بعصا سحرية. وهذا أمر بيكون على صعيد القاعدة، يعني في عندك التوجه لل جمهور حزب الكتيب والمحزبين اللي هن عم بيريدوا هالتوجه هيدا، اللي هو حسب ما وقفنا ومبادئنا. نحن عنا مبادئ وعنا مواقف من أكيد. نعم. بس اليوم اللي عنده أفكار تانية بيطرحها على الطاولة وبتتناقش، وإذا في وجوب أنه نغير بهالمسارات هولي تتغير إذا لازم الأمر. بس إذا بدنا نشتغل تحضيرا للمؤتمر اللي واصل بشباط فنتوصل الى كسب مكاسب عمليه وفعليه، هذا مش شغل اذا بدك ديمقراطي، هذا شغل اعلاني اللي من نحن معودين عليه. هو نقطه الاعتراض الرئيسيه تقديم موعد هالمؤتمر بدون استشاره الحزبيين. نعم. بمعتبر تهرب من وعود كان قطعها النائب سامي الجميل بتشكيل لجان لدرس ليش قالت الامور هيك بالانتخابات وغيره، يعني القفز فوق هذا الموضوع بتقريب موعد المؤتمر. نحن إذا عنا مشكلة مع رئيس حزب الكتائب هو موضوع النقاش الداخلي والديمقراطية المفروضة. نعم. اللي ما كانت تصير حتى قبل، يعني حتى أيام رئيس الحزب مش عم يطبق النظام من هالناحية، يعني عم بيخلي التصويت يصير والنقاش يصير، وأيام كمان مرة بنقول له ومن عنا هالمشكلة كمان اللي هي وهو كثرة الكلام على طاولة مكتب السياسي، لأنه منفتح على الجميع انه كل واحد يعطي اللي عنده اياه، وحتى ايام نكون فخورين باللي عم بيصير على هالطاوله من نقاش داخلي. يمكن نحن عم نكتر الحريه لكل الاشخاص الموجودين على هالمكتب، ولازم نرجع للنظام وتطبيقه. من يزعج اليوم حزب الكتائب؟ يعني ما عم بياخذ من طريق حدا، ليش بده يكون في ناس عم تدخل على الخط لتلخبط يعني بهالمعنى؟ هيدا السر بحزب الكتائب. من بعد حزب عنده تاريخ، يعني حزب أسس تقريبا تأسس مع الدولة اللبنانية، حزب هو اللي رسم أول علم للدولة اللبنانية، فإذا هذا حزب عريق جدا وعنده مثل ما بيقولوا أتراكسيون للجميع، حتى من ناحية الأمور الداخلية اللي عم بتصير داخل الحزب. هل من تواصل مع المستقيلين ثلاثة من المكتب السياسي، وهل استقالتهم بتعني أيضا استقالتهم من الحزب ككل؟ كنت رح جاوبك أبدا، هن استقالوا من المكتب السياسي وهذا حق ديمقراطي واضح عند الجميع. الواحد إذا مش لأنه ما بده يكونوا شهود زور، هيك قالوا. هل هن اللي قالوا هيك؟ بس شهود عشو؟ عشو؟ ما أنا بدي أسألك. ما أنا هذا اللي ما بنعرفه، إذا شهود على موضوع إداري داخلي وجودهم بيساعد إلى تحسين الأمور، إذا شهود زور على توجه سياسي خاطئ كمان وجودهم على الطاولة بيساعد إلى تحسين الأمور إذا كان في خطأ ما، ولكن استقالتهم هذا شيء شخصي هن بيأرادوا مثل بغير أحزاب وغير طيارات مثل ما قلت لك، وهن بيلاقوا حالهم اليوم بريت المكتب السياسي ولكن مش بريت حزب الكتائب، بعضهم كتائبيين. ممكن لقيهم بحزب تاني؟
اليوم بعضهم كتير او حتى النائب نديم الجميل يكون بكتله تانية. هيدا شيء بخصهم، عندهم الحريه التامه كل واحد يعمل اللي بده اياه. نحن ما عم نجبر حدا يضل بحزب الكتايب، وبس على الاكيد الانتماء الى حزب بيرتكز على المبادئ والقضيه. اذا هالمبادئ وهالقضيه ما بقى موجوده عند هالاشخاص بيقدروا يتركوا الحزب وبيقدروا يكملوا اذا بدهم من الداخل تيحسنوا الامور. يمكن ما بده يكونوا شهود زور معالي الوزير بحسب هيك انا جوله على الصحف على تجديد القياده الحزبيه لنفسها بالانتخابات المقبله دون الاخذ بتقرير لجنه تقصي الحقائق يلي يعني اوصلت الامور لهون. انتخابات بحزب الكتائب انتخابات ديمقراطيه، القاعدة هي اللي عم بتقرر مش الأشخاص. رئاسة الشيخ سامي عليها. إذا عندهم يعني إذا في أكترية ما بدها هالرئاسة أما ما بدها هالسياسة أما ما بدها هالتوجه الإداري أما السياسي كمان مرة، القاعدة هي اللي بتقرر، الأقسام الأقاليم هن اللي بقرروا. في دايما في ناس رح تترشح على الرئاسه، رح نشوف بالانتخابات الجايه اذا في ناس اكيد. ليش؟ لانه حتى على المكتب السياسي بعد تقريبا شهرين الانتخابات وما شفنا اسماء، يعني بعد ما طلعت ولا اسماء. لانه نحن بلشنا مثل ما انت عارف نحن بورشه كمان اعاده تمركز الحزب من الناحيه الاداريه كمان خاصه الداخليه، من ناحيه لجان عم تهتم بهالموضوع بيكونوا متخدين بهالتعديلات اللي عم بتصير، ولكن رح إلا ما نوصل لانتخابات ديمقراطية داخلية. بما وضوعا لا خلاف على رئاسة الجميل بجريدة النهار بما كتب بهالمقال بتقول انه ثلث الكتائبيين لم ينتخبوا مرشحي الكتائب، ربما لم نستطع ان نقنع الكتائبيين بخطابنا او بمرشحينا او في سبب وراء الخلل. ربما السبب تموضعكم بالسياسة بعيد عن كل الناس وخارج الحياة السياسية اللبنانية. لا، نحن بقلب الحياة السياسية اللبنانية ضمن اطار المعارضة اللي عم بيصير. نحن اليوم اخترنا وبعنا اختيارنا هو واضح، هو المواطن اللبناني. ما فينا نكون جزء من هالآلية اللي عم بتصير السياسية والإدارية الداخلية الفاشلة. تنكون صريحين، يعني إذا اليوم تسألي مواطن لبناني شو عم بيصير سياسيا وإداريا بيقولك فشل بفشل. ليش دخلتوا عليه رجعتوا؟ ليه رجعتوا هلأ يعني التقيتوا الشيخ سعد الحريري وجمعة الماضي التقيتوا الرئيس عون؟ لا، نحن هيدا ضمن إطار مش محاولة لمعالجة هالموضوع؟ أبدا أبدا، نحن كنا واضحين عند فخامة رئيس الجمهورية وعند دولة الرئيس سعد الحريري اللي من عزه. كنا واضحين انه نحن ما عنا مطلب، نحن عنا اقتراحات، نحن عنا افكار عم نجرب نشوف كيف فينا نتوصل لتحسين الامور الآنية اللي عم بتصير على الساحة اللبنانية. بس مش معناته نحن خارج الساحة، نحن معارضة اليوم، نحن عارفين شو عم نعمل، نحن عنا خطط واضحة، نحن مش راضين ومش قبلانين باللي عم بيصير. كلنا بعتقد ما في مواطن لبناني قبلان باللي عم بيصير اليوم على الساحة اللبنانية، إن كان سياسيا وإن كان رح لك أقل من تنسى السياسي، إداريا طريقة إدارة البلد مرفوضة عن حزب الكتيب. شو قدمتم مبادرة للرئيس سعد الحريري؟ كان عنا عدة اقتراحات. أول شيء كيف كان الجو؟ الجو خبرني حدثك كنت موجود. نعم. خلينا بالعلاقات أول شيء، كيف كان الجو بعد انقطاع؟ يعني بدي يكون واضح، العلاقة الشخصية بين رئيس الحزب ودولة الرئيس علاقة أكثر من جيدة، وأنا بعرف أنه خلال المرحلة اللي كان فيه إذا بدنا نقول شوية توتر على صعيد الملفات وإدارة البلد، كان فيه إذا بدك غصة إن كانت من رئيس حزب الكتائب وإن كان من دولة الرئيس، أنا مأكد من هالموضوع يعني عم بحكيك إياهم بمثل ما هن لمس شعرت به. كان في غصة من هالناحية لعدم التواصل الدائم إذا بدك، وأنا بحمل بهالناحية هيدي كمان المفيدين والمراسلين اللي راحوا من بين الطرفين، بحملهم جزء كبير من هالمسؤولية. ولكن توصلنا أخيرا إلى أنه يجتمعوا، وعلى أكيد على طلب رئيس حزب الكتيب لنتوصل لحل. وفيني أكد لك أنه الاجتماع كان إيجابي جدا، كان أخوي، وكان واضح من خلال العناوين اللي تلوا الاجتماع
العنوان الاول كان دعم حزب الكتائب لدوله الرئيس سعد الحريري، وانا باكد لك على المنبر انه حزب الكتائب داعم للرئيس بدوله الرئيس بمواقفه خاصه الحاليه على صعيد السياسي، بس رح يعارضه لانه ما ننسى انه دوله الرئيس اليوم بموقف مقاومه اللي عم بيصير على الصعيد السياسي، عم بيصير ضده، عم بيصير ضد خطه السياسي. انت عم بتقولي لي شيء عن المعارضه؟ نرجع لا عم. عم بقول انتوا هلا بموقف داعم له، بس بعدين رح تصيروا بالمعارضين لحكومته. لا نحن من منطلق المعارضه اللي نحن فيه، نحن معارضه على شو ستنا؟ نحن معارضه على طريقه التعامل مع المواطن اللبناني. عم نحكي معارضه على ملفات، ما عم نحكي على معارضه على اشخاص، ولا عم نحكي على معارضه على مواقف. نحن موقفه لدولة الرئيس عارفينه شو هو، والبرهان كنا عنده وقلنا له نحن حده من هالناحية هيدي. ممكن ترجع يعني اليوم كتير عم ينحكى عن ربما تبديل بالأسماء بالحقائب بالعدد الوزراء، يمكن تتوسع الحكومة، يمكن تقل. هل في مجال أنه حزب الكتائب بنهاية المطاف يلاقي حاله داخل الحكومة، أم هيدا قرار أخذ وخلص؟ القرار تاخد ونقال على بس كنا عن دولة الرئيس. نحن أصلا من قبل كنا اخذين القرار لن نشارك في الحكومة القادمة، ولكن شو بيصير بالسياسة بتعرفي بلبنان مع الوقت، شو هن الحلول اللي بيطلعوا، ما عندي علم، ما بنعرف، هذا ما فينا نتكهن، ولكن موقفنا اليوم واضح، عدم المشاركة شو ما كانت، حتى لو استدعى الأمر وجودكم للإنقاذ بحكومة الطوارئ. ما فينا نتكهن إذا في إنقاذ وإذا في خطة. كنا واضحين نحن إن كان مع دولة الرئيس أما مع فخامة الرئيس، كنا واضحين إنه إذا التوجه هو التوجه اللي كانوا قايلين ليه بالاجتماعات السابقة من بعد الانتخابات، انتخابات أيار، على الأكيد نحن حدهم بجميع الأحوال، لأنه إصلاح نحن حده، تحسين نحن حده. رح ناخذ بريك بعده، مباشرة رح استعرض معك ما قالت إله الأمور على الصعيد الحكومي، واسمع رأيك كمان بقصص الإصلاحات والمؤتمر الاستثماري المنعقد في لندن اليوم بده ينعقد بوجود الرئيس الحريري طبعا. لحظات ونعود. نعود لمتابعة هذه الحلقة مع الوزير السابق الأستاذ آلان حكيم. معالي الوزير، بدنا ناخذ سوا مداخلة عبر الهاتف مع النائب بكتلة أو تكتل لبنان القوي الدكتور ماريو عون، لنطلع منه على الجديد بالمسعى اللي عم بيقوده الرئيس عون. صباح الخير دكتور عون. ألو. صباح الخير. ألو. عم تسمعني؟ غبي كثير. ألو. بدي أسألك عن تحرك اللي عم بيقوده الرئيس عون اليوم. كل الصحف بتناولها لهالموضوع أشارت للصخب أو لعصف الأفكار يلي عبر عنه النائب محمد رعد من بعد هاللقاء. عصف الأفكار، هل لازم نقراه بصورة إيجابية أم لا؟ يعني لا، ليش ما بدنا نقرأ بصورة إيجابية؟ الطبيعي إنه اليوم التحرك اللي عم بيقوم فيه فخامة رئيس الجمهورية ما كان بيعمله لو ما حقيقة يعني كان مستند إلى أمور مهمة جدا بالوقت الحاضر، يعني فيها تروح في اتجاه إنك إيجاد بعض الحلول للوصول إلى تشكيل الحكومة. طبعا انه هيدا تحدي كتير كبير، يعني انه هيدي مسؤولية كتير كبيرة عم بيتحملها رئيس الجمهورية اليوم، وقد تكون هي حقيقة المبادرة الاهم والاخيرة بهذا المسار. بس ولكن الوضع بالعكس تماما، هو التفاؤل بما في اللقاء مع حزب الله يلي بالواقع يلي شو قايل بالنتيجة، رح بيقوم باجراء بعض الاتصالات داخل حزب الله، و بالتالي سيكون هناك نتائج بنشوف نحن حقيقة يعني النتائج بهاليومين. يعني بده يجي رد؟ يعني بدنا نفهم انه في رد بده يقدمه حزب الله للرئيس عون؟ مش بالضرورة يكون رد مبدئيا، فيك تشوف شيء عملانيا يعني عم بيحصل على صعيد الاطراف اللي هن بالواقع اليوم لحديث اليوم كان في تشبث بارائهم بما يخص تمثيلهم في الحكومة. بتصور انه اليوم بعد الظهر الاجتماع اللي بده يحصل مع اللقاء التشاوري راح بيحمل بعض المؤشرات يلي ان شاء الله انها بتكون ايجابية، وبرجع بقول لك انه فخامة
محكمة الرئيس يعني بالنتيجة ما بيقدم على عملية يعني لا سمح الله تكون فيها عدم نجاح أو فشل. بقى نحن بنتأمل هالمرة رجع إذا بدك الأمل انبعث من جديد، وبنتأمل إنه إن شاء الله قبل الأعياد يكون في عنا حكومة. وإلا حكي عنا فخامة الرئيس يعني الكارثة، بس إنه ولكن ما بتصور إنه راح بتكون العملية هالقد فيها تشبث بالمواقف، لأنه هذا الشيء يعني في خراب للبلد. شو اللي غير الأمور تتلحلح يعني تروح صوب الإيجابية، لأنه بفترة شعرنا أن الأمر كان مقفلا تماما؟ يعني بالنتيجة هيدي طبخة أخذت مسار 7 أشهر تقريبا لحديث اليوم، بتصور أنه عم تستوي كانت، وبالواقع أنه من بعده بادرت الوزير جبران باسيل، ويلي هي مستمرة على كل حال يعني إلى حد ما وقت بيرجع من السفر، وهو هلا عم بيقوم بالمبادره لانه هو كمان بلندن والرئيس الحريري بلندن، يعني انه سيكون كمان استكمال لبعض المباحثات بهالمناسبه هيدي. اجت يعني مبادره فخامه رئيس الجمهوريه يعني كخطوه، بعتقد انه خطوه نهائيه، بس ولكن ان شاء الله انه بتتكلل بالنجاح. جريده الاخبار بتقول انه الرئيس رح يطرح اليوم على النواب الستي تسميه شخصيه لتمثلهم من خارج اللقاء، عطفا على اعتراض الحريري على قبول توزير اي منهم حتى ولو كان من حصة عون. دقيقة هالكلام؟ يعني هذا مش ما فيني اقول لك حقيقة او مش حقيقة، يعني انه ما فينا اليوم نحكي على لسان فخامة رئيس الجمهورية، بس ولكن هذا احتمال كتير وارد يعني بالنتيجة لحتى نقدر نوصل، يعني الحلول بدها تنازلات يعني الى حد ما. بلا تنازلات بنلاقي حالنا انه بعدنا محلنا، يعني شو ماذا لو اذا كانوا بدهم يقولوا لا نحن مستمرين بقرارنا اللي هو ان يكون الوزير واحد منا. انا بعتقد انه اكيد هناك احتمالات يعني ان يكون هناك حلحله من جانب اللقاء التشاوري، وهذا الشيء يعني مش عيب لصالح الوطن، لانه بيكون واساسي جدا لنقدر نخلص من هالازمه اللي هي دامت كثير واخذت من العهد حقيقه يعني فتره زمنيه طويله كان يمكن ان يتحقق امور عديده. شكرا لك سعاده النائب دكتور ماريو عون. اهلا وسهلا. عندك تعليق على اللي قاله معالي الوزير؟ بتقديرك ليش هلا رجعت تلحلحت الامور واتجهت نحو الايجابيه؟ يعني انا بالسؤال اللي فينا نساله اليوم، حدا بيفهم شيء عامه باللي عم بيصير؟ هل الامر علاقه بالخارج؟ اذا بتنتبهي على خلال المرحله كلها الماضيه يعني سنوات الماضيه، كل مدة عنا مرحلة مثل هيدي وين ما حدا بيفهم شيء، بيصير في تداول يومي بمواضيع ما حدا بيفهم عشو على المزبوط، واخر شيء بنتوصل لحل من بعد مدة زمنية. دولة الرئيس تمام سلام من بعد 11 شهر، فخامة رئيس الجمهورية من بعد 2.5 سنين، اليوم ما بنعرف صرنا فايتين بالشهر السابع. هيدا اللي نحن ضده، نحن اليوم ضد كل هال علامات الاستفهام على الاداء اليومي ان كان السياسي وان كان الاداري. سؤال اذا بتساليني عن شو عم بيصير اليوم، واضح اليوم انه في فريق ما بده حكومه وبده كمان يربح نقاط على دوله الرئيس سعد الحريري، وهذا المرفوض. ما بده حكومه ام يريد ان يخرج الحكومه من بين ايديه، يعني ان يكون هو اللي عم بيشكل الحكومة مع الرئيسين عون والحريري؟ ما بده حكومة مثل ما لازم تكون، بده حكومة على ذوقه هو، بده حكومة مثل ما هو بده. واليوم العراقيل اللي عم تنحط وهو العراقيل جديدة، فنكون واضحين يعني كمان نحن المواطن ما بقى حتى ما عم بيستوعب شو عم بيصير، بس بنشوف عراقيل عم تنحط شيئا فشيئا يوم بعد يوم على مواضيع ما كانت موجودة ترجع تخترع وتختلق. أكيد يعني في مشكلة بديهية على صعيد الإرادة للتوصل إلى حكومة. كمراقب اليوم الكرة بملعب من؟ ساعة بيقولوا عند الرئيس الحريري، ساعة بيقولوا عند الثلث المعطل يلي بيملكه الرئيس عون وفريقه السياسي، ساعة بيقولوا أنه قرار إقليمي بإبقاء هذه الورقة حية. وين بتشوف المشكلة اليوم؟ المشكلة مثل ما قلت لك بفريق ما بده يتوصل إلى حل. اليوم عم يجربوا، في فريق عم بيجربوا يكسروا فريق ما ضمن اطار الحكومه اللبنانيه اللي راح تصير هلا عن قريب، ان كان على صعيد اللي كان عم بيتداول قبل، وشفنا شو صار من مداولات مع القوات اللبنانيه،
يعني في تكرار للموضوع اليوم مع تيار المستقبل، وهذا شيء واضح. يعني بنهاية المطاف إذا الرئيس عون وافق على التنازل عن وزير من حصته ما بتنحل؟ صراحة ما بعرف، ولكن بالحل اللي عم بيطالبوا فيه بوجود وزير من اللقاء التشاوري ضمن إطار الحكومة، هذا شيء مرفوض من قبل دولة الرئيس سعد الحريري، هذا شيء واضح. لمح إلى الدكتور عون أنه ممكن هن يعني حتى حزب الله مبارح قال أنه هن هو بيقبل بما يقبلون به، وكأن تركوا الباب نص مفتوح للتراجع. من خلال اللي نعرفه دولة الرئيس سعد الحريري منه هون تيعمل عرقلة ولا تيكون جزء من جمود الحكومة والسياسة، ممكن يتوصل إلى حل ما بهالموضوع، ولكن هذا شيء بيرجع له. هل فينا نقرأ اللي عم بيصير كمان انعكاس للكباش الإقليمي؟ يعني أنا بس بنحكي عن كباش إقليمي، الكباش الإقليمي عم بيصير من خلال من خلال من؟ هذا السؤال، من خلال من؟ من خلال أدوات موجودة على الساحة اللبنانية. فإذا هذه المشكلة مش الكباش ولا الدول الأخرى، المشكلة هو بالأدوات الداخلية. بمجموعة يعني الأخبار حول هالموضوع، علمت المستقبل امبارح أنه لقاء رئيس عون مع وفد حزب الله كان مفيدا لكنه انتهى على قاعدة البحث صلة. أما مانشات النهار فأتت تحت عنوان عصف الأفكار الغارق في الأنفاق. تعبير عصف أو عاصفة بيوحي بالإيجابية؟ لا، أنا بيوحي بالتشاؤم على الأكيد. لا، لأنه التوجه اليوم المماطلة إلى حين تكسير الإرادة لدولة الرئيس بالمقاومة ضد هالموضوع. أيضا أنا هذا الإحساس اللي عندي بربط النهار بين الحل السياسي وقصة الأنفاق يلي امبارح تم اكتشاف ثالث نفق. هل فينا نشوف أنه هالتطور دفع ربما أو ضغط باتجاه الحل؟ لا أبدا، ما بعتقد. السؤال هلأ اللي عنا إيه الوجيه هو مين من الدولة اللبنانية كان عارف أنه في أنفاق؟ يمكن مش جديد هالأنفاق، مش ولو جديد. ليش نطرت إسرائيل لهلأ لتقول أكيد عنه؟ نوايا إسرائيل ما في بحث عدائية. شو بدنا بإسرائيل؟ عم نحكي عن حالنا نحن، كنا عارفين، كنا متوقعين شو راح يصير، كنا عارفين في أنفاق، لو كنا عارفين كنا متحضرين لو انكشفوا، لو حكيوا بهالموضوع. هذا السؤال الأهم، لأنه دولة عامة بتكون مأمنة حالها بكل المواقف اللي ممكن تصير. هل كنا عارفين بهالموضوع؟ هم من هون عم نطالب دايما باستراتيجية دفاعية للدولة اللبنانية، من طالب يكون في إشراك الجميع ضمن إطار الموضوع. هو الوقت المناسب اليوم حتى يدعو رئيس الجمهورية لحوار حول الاستراتيجية الدفاعية، وشو بيضمن إذا دعا ما تكون نتائج هالحوار مماثلة للحوارات السابقة؟ يعني اليوم نحن قدام حالة طارئة من كل النواحي، ما بقى في شيء اسمه أولويات. عنا بدنا نكون عم نمشي بالتوازي، كله أولويات اقتصاديا ودفاعيا واستراتيجيا. أكيد لازم يكون في اجتماع، يعني ما لازم تكون الدولة اليوم واقفة على صعيد مين وكيف وشو اسمه ومن هو. يعني لازم نكون نحن اليوم بورش عملية، ورش شغل على كل هالأصعدة اللي عم نحكي عنها، أولا اقتصاديا ودفاعيا. أكيد بالقسم الثالث رح نحكي بالاقتصاد بشكل مفصل، إنما بموقف الاستراتيجية الدفاعية بتفتكر حزب الله اليوم بيروح على حوار حول هذا الموضوع بظل يمكن ظرف شايفه مقاتل له بالمنطقة، شايف انه محوره تقدم اكثر من المحور الاخر، يمكن يريد ان يقرش هالتقدم بالحياة السياسية، هو الوقت اليوم لوضع سلاحه على طاولة الحوار؟ يعني نداءات الاحزاب والافرقاء اللبنانيين لحزب الله لا عودته الى الحضن الوطن متكررة، يعني عم نشوفهم كل يوم على التلفزيون وبالإعلان. ما في حزب وما في فريق إلا عم بيدعي إلى الرجوع، وهذا برهان كبير أنه صار وقته يرجع. نعم. عم تتواصلوا معه كحزب؟ نحن ما عنا تواصل إلا من الناحية البرلمانية للوقت الحاضر، كان عنا بس كنا بالحكومة أيضا. حزب الله حزب لبناني، لازم يضل يكون في تواصل على الأكيد، ولكن ضمن إطار مبادئ كل واحد وحدود السياسة المتبعة لكل حزب، يعني بدون ما ندخل على المواضيع الخلافية.
الامور الحياتيه اليوميه. هلا مش مجبورين لانه على اكيد نحن عم نتعاطى مع حزب لبناني ونحن بنعترف فيه على اكيد. قراره لبناني؟ ما بدي فوت بهالمداولات لانه نحن بنعرف انه كل واحد شو عنده ميول وشو عنده مثل ما عم تقولي تاثير خارجي عليه. اليوم مش انا اللي عم اقوله، هن اللي عم بيقولوه انه تاثيرهم 100% الدوله الايرانيه. فاذا الموضوع هذا ما بده بحث. مثل ما قلت لك بس سالتيني عن موضوع التدخلات الاقليميه، عم بقول لك مش حق على الاقاليم، مش حق على الدول الاقليميه، حق على الادوات اللبنانيه بيسمحوا بهذا التدخل. ختام هالقسم مع كاريكاتير الصفحة الأولى بجريدة النهار حول الموضوع الحكومي، لأسمع تعليقك عليها تحت عنوان التأليف. رسم أرما حمصي طاولة مجلس الوزراء على شكل قالب جبنة جرويير مع ثقوب وتعليق أنفاق وحصص. الحصص مشكلة رئيسية أم لا بهالتأزم؟ أكيد أكيد الحصص أولا من ناحية التوازن الداخلي للحكومة اللبنانية اللي رح تكون هي إذا بدك عربون المرحلة الجاية، هيدا واحد. ثانيا الحصص الداخلية شفناها. حصص أنا قصدت المطامع، يعني بتوقف عقبة؟ أكيد أكيد المطامع والبرهان ما في اتفاق صار، والاتفاقات الثنائية كتار بهالأيام ما كان في مكانه القاعده، قاعده هالتفاهم، محل ما تكون المبادئ وقضيه واذا بدك سياسه، كانت تقسيم الجبنه مثل ما شفنا هلا بهالكاريكاتير. كمان حول الموضوع نفسه كاريكاتير الجمهوريه تحت عنوان هنالك عصف افكار، رسم المواطن بمهب عاصفه يمسك بقبعته كي لا تقع، وبيقول على كثره العصف راح تطير الحكومه. نحن هلا يعني على ابواب مؤتمر استثماري بلندن، مقررات مؤتمر سادر مهدده، هل انتم اذا ما صار في تشكيل حكومه مع توسيع اطار تصريف الاعمال بالحكومه الحاليه، وانطلاقا من معرفتك بالموضوع الاقتصادي، في خوف انه تضيع كل هالمقررات ادراج الرياح؟ انه تسمحي لي بس ارجع على موضوع العصف. ايه بس نحكي عن برين ستورمينج بيكون بتعرف شو لا في ايجابيه بالبرين ستورمينج. ايه لا غير التومبيرت رح اقول لك امتين بصير العصف الفكري. ايه اذا بدك بس ما يكون في افكار، بس ما يكون في اليه، بس ما يكون في طريقه عمل. اليوم نحن في نظام، في دستور، في قوانين، ما بدنا عصف فكري، بدنا تطبيق فقط ولا غير. فاذا هذا العصف الفكري هو مجرد مثل ما بيقولوا بالادبيات اللبنانيه هيك تنمر الوقت اكثر من هيك ما في. لا نبرر المخرج يمكن كمان يمكن ونبرر الاجتماعات المتكرره الغير مجدية. على كل حال بعد الفاصل رح ارجع اسالك سؤال سادر لانه ما في وقت، بدنا ناخذ بريك لحظات ونعود. نعود لمتابعة الحلقة بالقسم الثالث. إذا ينعقد اليوم بلندن مؤتمر استثماري، مؤتمر للاستثمار في لبنان. أنتم متابعين هذا الموضوع، وبدي أرجع لأسألك عن مقررات سادر، هل هي مهددة بالضياع إذا بقي التأزم السياسي على حاله، أم أن ما تقرر تقرر والمجتمع الدولي ينتظر؟ لا على أكيد عم نحكي عن 11.8 مليار دولار تقريبا، وهول المصريات مثل ما كلنا بنعرف مشروطه، في شرط، في شروط اصلاحات معينه. هالاصلاحات ما بتصير الا بوجود حكومه، وما بتصير الا بوجود حكومه على قد الخبره اذا بدك مهنيا وتقنيا. ما فينا بس نحط مجرد اشخاص كصور، عشان هيك كمان هالموضوع عم بيتداولوا فيه بالكواليس على صعيد الاسماء كمان، تنعرف مين بدنا نحط تنقدر نتوصل لاصلاحات جوهريه ضمن اطار الدوله اللبنانيه للتوصل الى استيعاب هال 11.8. يعني شخصيه الوزراء بتلعب دور كمان على الاكيد، لانه قد ما يكون ضليع مش بس بموضوع وزارته، بس بموضوع الاداره اذا بدك الداخلي للدوله اللبنانيه، قد ما بيكون الموضوع ناجح على الاكيد فيها حدود، في الحدود هيدي ما راح ينطرونا الى ما لا نهايه. بس عارفين هن الحاله اللبنانيه والحاله السياسيه مثل ما قلت لك الفيشل اللي نحن فيها، فاذا راح نجبره ينطروا شوي. انا ما بعتقد بينلغوا، على الاكيد لازم من كل بد
نتوصل إلى حلول عملية بأسرع وقت ممكن، ولكن لا إصلاحات دون حكومة. هل يعني بأي خان اليوم يأتي مؤتمر لندن الاستثماري؟ هل لتثبيت مقررات سادر لكسب الوقت من أجل تشكيل الحكومة؟ أو يعني شو اللي عم بخلي الرئيس الحريري إلى هذا الحد يعني عم بواصل مساعي بالرغم مما يواجهه في الداخل؟ وسواسه لدولة الرئيس سعد الحريري هو موضوع الاقتصادي، وسواس عنده يعني ما بيحكي إلا بهالموضوع عامة، على موضوع سادر وعلى موضوع أكيد كل شيء اسمه اقتصاد. والبرهان هو وجوده اليوم هلا هنيك مع بعض الأشخاص من الشخصية من الدولة اللبنانية، وهيدا وهيدي نقطة إيجابية إذا بدك وجودنا. ولكن وبعدين المهم ليس الوجود، المهم التطبيق والمتابعة، وهيدا ما بيصير إلا بوجود حكومة وبوجود إرادة لتحسين الأمور وإصلاح اللي عم بيصير اليوم على صعيد الدولة اللبنانية. يعني الوضع الاقتصادي بشكل أو بآخر كمان مرتبط بوجود الرئيس الحريري على رأس الحكومة؟ على أكيد في ارتباط تام، لأنه المجتمع الدولي وجوده كفالة إذا بدك، ووجوده ثقة. ومثل ما دائما بنقول فينا نعمل مؤتمرات إصلاحات اللي بدك إياه. مفتاح الاقتصاد عامة هو الثقة، إذا ما في ثقة ما في شيء اسمه تطور للاقتصاد عامة. هل السجال اللي صار حول الحكومة بيعطي ثقة للمجتمع الدولي؟ هيدي المشكلة الكبيرة. كيف بده يقدر الرئيس الحريري هون بالعكس يفرج العكس؟ هيدي المشكلة الكبيرة، يعني التطمينات اللي عم بيخدهم هو لهونيك على أكيد ما بتكون التطمينات اللي عم بيسمعوها المجتمع الدولي على الصعيد اللبناني، وهذا الشيء اللي عم نطالب انه نوقف هالمهاترات وهالتهويل وهالتأخير للتوصل. يعني كل يوم عم نتأخر فيه للتوصل الى حكومة عم يكلف $25 مليون يوميا خسائر. ابرز الاصلاحات المطلوبة انطلاقا من خبرتك كمان بمجال الاقتصاد شو هي؟ يعني او مش ابرز، اصعب. يعني اولا يعني ما في شيء اسمه أصعب، أنا حسب رأيي في أولويات. الأولوية أولا موضوع التقشف وموضوع التوظيف. بده قرار هيدا سياسي. ما هيدا عم بقول لك الإرادة، أول شيء التوظيف، التوظيف بتوظيف بكل أوجهه، لأنه أنت ما تنسي التوظيف بالدولة اللبنانية في عندك أشغال بالأمانة، في عقود، عم نحكي عن عقود مصالحة، عم نحكي عن أجر بالساعة، مياومون وما هنالك. فإذا التوظيف مكنة ماشية ومش موقفة لليوم، مثل ما شفنا شو بدنا بالأرقام تما يقولوا لنا صح وغلط ومش 1000 و2000 و3000، ولكن الموضوع كتير مهم جدا. عم نحكي عن نسبة عالية جدا من التوظيف خلال مرحلة دقيقة اقتصادية. هيدا واحد. اثنين، عندك موضوع الكهرباء وعم نشوف شو عم بيصير اليوم. موضوع الكهرباء بنو 2 مليار ستنا، موضوع الكهرباء أكتر بكتير من 2 مليار. في شيء اسمه الهدر اللي بيجي من وراء قطاع الكهرباء، في اليوم الفواتير اللي عم يدفعوا لقطاع الكهرباء، اليوم في الفواتير اللي عم يدفعوا للمطارات اللي كمان بحدود مليار واثنين مليار ومليار تقريبا فواتير. يعني في اليوم هدر $4 مليار على صعيد القطاع الكهرباء. يعني فإذا عنا مشكلة جوهرية ما عم نقدر نشوف شو عم بيصير، وهذا اللي نحنا عم بيخلينا نكون بهالحالة الرافضة للي عم بيصير، لانه الاشياء بديهيه واضحه عم تنقال على التلفزيونات، عم تنقال على المنابر، عم تنقال بالمؤتمرات، بس ما حدا عم بيقدر يعمل شيء من هالناحيه. التخوف من الوضع النقدي مبرر؟ ابدا ابدا ابدا، لانه ليش عم بضل في تاكيد انه الليره بخير هيك لو ما كانت الامور عكس؟ بدنا نوضح اليوم وهذا شيء واضح، يعني اليوم في بيئه اقتصاديه، في بيئه ماليه وفي بيئه نقديه. البيئة المالية عم بحكي عن المالية العامة بحالة فشل تام. المالية العامة ما فيها إدارة. نعم. اليوم فيها مثل ما قلت لك هدر، فيها فساد، فيها سوء إدارة عامة، اللي هي عم بتأثر على البيئة الاقتصادية وعلى البيئة النقدية. والبرهان اليوم اللي انجبر يعمل حاكم مصرف لبنان بموضوع الإسكان، اللي انجبر يوقف كل شيء اسمه دعم للقطاع الخاص ويحوله للقطاع العام. عم بحكي كان جنرال كمجمل. فاذا كل هالعوارض هولي هن عوارض فشل اداري داخلي، واهم من هيك موضوع النقدي موضوع واضح وصريح يتكل على مصرف لبنان وعلى المصارف اللبنانيه اللي هن بحاله
جيدة جدا، وهيدا بيتعلق بسياسة مصرف لبنان من خلال سعادة الحاكم ومن خلال جمعية المصارف من خلال رئيس الجمعية. بنحييهم اثنين. لا لهالسبب بضل عرضة للتهجمات؟ لأن عشان هيك هن اليوم ركيزة الاقتصاد وركيزة المالية، مالية الدولة. فإذا المطلوب مشاركة الدولة بمليتها، يعني تخيل لي وين توصلنا اليوم. الدولة عم تتفرج، يعني أكتر إذا بديك، وعم تتطلع باللي عم بيصير، وبينما مصرف لبنان ومصارف اللبنانية هي اللي عم تتداول بمالية الدولة. من يمكن مشان هيك لازم تحط شروط قبل ما تعطي الدولة. هن بيمولوا هوليك بيصرفوا، أكيد حاطين الشروط، ولكن كمان شو بتعملي؟ لأنه الدولة من بعد كل شيء هي ماسكة الأمور كلها. إن شاء الله إن شاء الله خير. معالي الوزير، نحن بلبنان قدرنا كل يوم نتذكر شهيد من شهداء ثورة الأرز، وحتى من الشهداء اللي قبل أسبوعين ثلاثة تذكرنا الشيخ بيير الجميل. اليوم راح نتوقف مع ذكرى استشهاد النائب الزميل العزيز على قلوب كل اللبنانيين الشهيد جبران التويني، وأيضا لواء فرانسوا الحاج اللي دفع حياته كمان ثمن بظل التأزم وقته اللي كان سائد. مقالة نايلة توين اليوم بالنهار بتقول: ستظل النهار رمز للصحافة الحرة، صوت يعلو للحق، لن تتنازل، لن تتراجع، ولن تستكين. وأيضا الوزير الياس المور كتب لأخي جبران مثل ما سماه، وبيقول: دماؤك حق على كل من يحب لبنان ويحلم بسيادته، حريته، وحدته وكرامته. أما علي الحسيني بالمستقبل فكتب عن فرانسوا الحج: لواء التضحيات في زمن الإرهاب. إذا بس هيك حبيت ألقي تحية بنهاية هالحلقة لي شهيدي هذا النهار. أكيد إذا بدنا نقول أكيد أكيد اللي وافر. يعني السؤال كمان البديهي هون: وين صاروا وين صار الجريمتين، خاصة اللي وقف فرانسوا الحاج والنائب تويني؟ وين صاروا؟ ما عم نعرف شيء عن الموضوع. مثل ما صار بملف الوزير بيير الجميل، بير غميق، ما حدا بيعرف شيء عنه، انتهينا. هيدي المشكلة الكبيرة بهالدولة، وهيدا هيدا موضوع إداري كمان وسياسي. فإذا الاثنين لازم يكونوا يتداولوا معهم بطريقة تانية للموضوعين. يمكن محو الجراح يبدأ بجلاء الحقيقة. أكيد. يعني ومنشان هيك هلأ الأنظار كلها تتجه للمحكمة الدولية اللي مع القسم الأول من العام المقبل، المفروض أنه تصدر عنها القرارات. صح. أنا بدي أشكرك شكرا جزيلا. أهلا وسهلا فيك معالي الوزير. مرسي أنا حكي. شكرا لحبت صدرك كمان. بدي أشكر المشاهدين على المتابعة. في حلقة الغد إشارة إلى أنني أستضيف الإعلامي والكاتب الأستاذ عماد الدين أديب لمناقشة الوضع الإقليمي وأثره على القرار الداخلي اللبناني بالسياسة وبالأمن وحتى بالاقتصاد. شكرا لكم.